حال السلف مع القرآن أنهم ينكبون على المصاحف، نعم لأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة أنه كان والسلام. يتدارس مع جبريل القرآن، فكان يعني الصحابة ينظرون، ثم بعد ذلك الصحابة يعني تتناقل أجيال عن أجيال كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان الصحابة والتابعين يعني حياتهم مع القرآن في رمضان خاصة حياة أخرى، يقبلون على القرآن، يتلونه ويقومون به. ولذلك يعني كم من خبر عن الصحابة رضوان الله عليهم يعني يتأثرهم بالقرآن خاصة في رمضان، يعني يتدبر القرآن لأنه يعلم أن القرآن أجوره متضاعفة والحسنات هي متضاعفة، خاصة في رمضان تتضاعف الأجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الأجور متضاعفة فإن الإنسان يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. فحالهم كان يعني انكباب على المصاحف، يتلون الآيات، يستمعون القرآن، يتدبرون القرآن، فكان حياتهم مع القرآن حياة أخرى، ليست كأي أيام الدنيا. أيام رمضان مع القرآن أيام مغايرة على أيام السنة كاملة، يتلون القرآن، يتدبرون القرآن، يفهمون معاني القرآن. يعني ذكر أن أبو موسى الأشعري كان يختم كل 3 ليالي، يعني الصحابة كانوا مع القرآن خاصة في رمضان يتركون. ذكر أن سفيان الثوري كان يترك جميع العبادة ويقبل على القرآن. الإمام مالك كذلك ذكر أنه يترك مجالس العلم ويقبل على القرآن. يعرفون أن القرآن هو شهر رمضان، هو شهر القرآن، فعلموا ذلك وأصبحوا يعني يعيشون مع القرآن. فإذا ما عاشوا مع القرآن خاصة في رمضان تأثرت أيام رمضان بهذه الآية. Thank you.